كثيرا ما كانت تشاهد تلك السيارة التي صبغت بلون الكرز مستوقفة بشارع الفقيه بالحسين في وجدة. يكاد المجاورون للشارع مع مرور الوقت يحفظون مواعيد ظهورها نهاية كل أسبوع من كل شهر. لم تكن سيارة عادية، ولذلك فإن الاهتمام بها وما تثيره من فضول لم يكن عاديا. عصر كل جمعة من كل أسبوع تأتي السيارة التي صبغت بلون الكرز لتتوقف في المكان نفسه. ينزل منها رجل خمسيني يرتدي لباسا مغربيا تقليديا. ينزل من صندوق الأمتعة قفتين بهما مشتريات مختلفة. يمضي بخطى تتثاقل إلى منزل في عمق زقاق ضيق يتفرع عن شارع الفقيه بالحسين. كان منزلا من طابق أرضي تسكنه امرأة اسمها أم هانئ مع طفلة وحيدة اسمها زهرة. نحن في مستهل سبعينيات القرن العشرين. سكنت المرأة ذاك المنزل منذ سنوات معدودات، قبل 5 أو 6 سنوات. كان تردد الرجل على منزلها نهاية كل أسبوع يجعل الجيران ينظرون إليها بعين الريبة. لم يغير نظرتهم تلك أنها أبلغت من تتعامل معهن من جاراتها ولم تكن كثيرات أن الرجل إنما هو عم لابنتها زهرة يأتي للإطمئنان عليها. كانت البنت الوحيدة لوالدها الذي توفي بعيد ولادتها. لما صارت في 8 أو 10 لم تكن الطفلة تستوعب نظرات البعض إليها، ولم تكن تستطيع فهم أن تمنع جارات بناتهن ممن هن في مثل عمرها من اللعب معها كما تلعبن مع طفلات أخريات. ولقد سألت أمها مرة عن ذلك ولم تلق منها ردا إلا دمعات تسللت من جفنيها. سألتها: لم تبكين يا أمي؟ ابتسمت لها وأمسكت عن كل جواب. ثم ذات مرة قالت لها إن الرجل الذي يأتي لزيارتهما كل أسبوع ويأتي إليهما بما تحتاجان إليه من أكل ومال لشراء الملابس وأشياء أخرى إنما هو عمها شقيق والدها. كانت تسمع أمها تناديه بعيدا عن كل تكلف بالحسين. تنام زهرة ويواصل العم الحسين وأمها سمرهما إلى ساعة لا تدريها. ثم لما بلغت 12 أو 13 صارت تعي كل شيء. تباعدت زيارات العم الحسين، ثم إنه لم يعد يمضي الليل في منزلهما إلا نادرا، تقدم به العمر يشارف 70. ثم ذات مرة بينما عادت من دار المعلمة حيث كانت تتعلم الخياطة والطرز، أبلغتها أمها بأن العم الحسين نقل على عجل إلى المستشفى. بعد أيام معدودات علم أنه فارق الحياة. منذ إذن لم تعد تشاهد تلك السيارة التي صبغت بلون الكرز في شارع الفقيه بالحسين. منذ ذلك الحين صارت أم هانئ والدة زهرة تشاهد وهي تغادر المنزل كل صباح. همست نسوة بعضهن لبعض بأن أم هانئ صارت تعمل في البيوت، وقد تناهى إلى سمعها ما قلناه. لم ترد، قالت للتي نقلت إليها ما قيل إنما يهمها أن تكسب قوت يومها وابنتها. ثم طوي الموضوع ولم يعد خروجها باكرا ولا عودتها في المساء يثير الفضول. لما صارت تدرك علمت أن الفتيات ممن هن في مثل عمرها دخلن المدرسة، ومنهن من تواصلن دراستهن في الثانويات. تتساءل عما حال بينها والمدرسة، ولكنها لم تجد جوابا شافيا. كانت والدتها تحاول أن تقنعها بأن البنات لسن بحاجة إلى التعليم، وأن الأجدر بهن أن تتعلمن الطبخ والخياطة والطرز. وكذلك تعلمت زهرة الطبخ والخياطة وحاولت أن تكتفي بما أتيح لها. لما بلغت 17، نحن الآن في النصف الأخير من 80، كانت تبدو من بين أجمل فتيات الحي. فقيرة كانت، السيارة ذات لون الكرز والعم الحسين، كل ذلك ذكريات بعيدة. تعود أمها أم هانئ من حين إلى حين لتحكي لها منها ما تعدها شذرات حياتها. كانت الفتاة قد لاحظت منذ 7 سنين أن والدتها كانت تغادر البيت في بعض الأيام وفي يدها ملفات بها أوراق إدارية لم تكن لتدرك مضامينها.
سألتها مرة فقالت إنها أوراق تتعلق بالبيت. لم تضف شيئا ولم ترغب زهرة في النبش أعمق في ذلك الموضوع. ترى الغيداء التي كانت أن الأهم أن يطرق بابها فارس الأحلام، وكانت تراه في ابن الجيران مصطفى الشاب المتعلم الأنيق. لعلها لم تكن الوحيدة التي حلمت به، ولعله غافل عنها بينما آخرون لا تعيرهم اهتماما جنوا بها. ظلت أم هانئ تتكتم على ما تبغيه من وراء حملها تلك الملفات. لا أحد يعلم وجهتها حين تحمل تلك الأوراق. في العام 94 900 و1000 كانت زهرة قد تخطت 22 دون أن يأتي فارس الأحلام الذي انتظرته، وقد تكون ظنت أن قطار الحظ قد مر بها دون أن يتوقف. كذلك ظنت وقد تكون بكت حظها ذاك يوم علمت أن مصطفى تزوج أخرى. تذكر أن أمها عادت إلى البيت ذات مساء من صيف ذاك العام 94 900 و1000 وقد حملت في علبة من ورق مقوى بيضاء 4 قطع من الحلوى شهية لم تدخل مثلها منزلهما منذ سنوات خلت، منذ أن حملها إليهما العم الحسين. رأت أم هانئ في عيني زهرة تساؤلات، ولكنها فضلت أن تتغاضاها وطلبت منها أن تعد شايا. امتثلت الشابة بينما مضت الأم إلى غرفتها تودع الدولاب ملفا بدا ثقيلا. أحضرت زهرة الشاي وجلست إلى جانب والدتها يتملكها الفضول. قالت لها لم نشتري مثل هذه الحلوى منذ زمن بعيد. قالتها وهي تنظر إلى الحلويات 4 التي صفتها على صحن من زجاج. صبت أم هانئ الشاي، ردت على ابنتها بأنها أنهت ذاك المساء معركة استمرت سنوات خاضتها بمفردها. في كلامها ما أجج أكثر فضول زهرة. نعم، استطردت الأم، هي معركة لم تكن سهلة، ولكن الله كلل كل جهدي بالنجاح. اليوم يا ابنتي وإن جاء ذلك متأخرا صار يحق لك أن تفخري بأمك وبأبيك ونسبك. شدهت زهرة، عما تتحدثين يا أمي؟ عنك، هل لي غيرك يا ابنتي؟ اندفعت نحوها وألقت بنفسها في حضنها، ضمتها بقوة ثم أرسلتها ونظرت في عينيها تبكيان في صمت، ثم عادت وألقت بنفسها في حضن أمها أرسلتها واستلت منديلا من ثوب تعلقه بحزامها، مسحت دمعاتها وقالت لها أنصتي جيدا، ما سأقوله لك اليوم هام للغاية. اليوم كسبت معركة حياتي، اليوم تسلمت نسخة الحكم التي تثبت أنك زهرة بنت الحسين الهادر. الحسين الهادر، الرجل الثري الذي يحكون عنه الكثير؟ نعم، إنه هو ذاك الرجل الذي كان يأتي عندنا لما كنت صغيرة. أذكره عم حسين، قلت لك إنه عمك حتى نتجنب كلام الناس. مع ذلك فإن كثيرين منهم تكلموا وقالوا ما لا يستند إلى أي أساس. انخرطت زهرة في بكاء لم تقوى على مقاومته. وهي تبكي سألت أمها عن السر وراء الزعم بأنه لم يكن والدها. سكتت أم هانئ حتى خالت زهرة أنها لن تتكلم بعد، ثم استأنفت. أحبني وأحببته، كان متزوجا من امرأة لم تنجب فاضطر إلى الزواج مني في السر، وقد أشهد على زواجنا رجلين من أصدقائه، كان يحلم بخلف يرثه ويحمل اسمه. أنت ابنته الوحيدة، لما توفي ذهبت إلى زوجته الأولى، هي الآن امرأة مسنة، وأخبرتها بقصة زواجنا في السر. كان طبيعيا ألا تصدق، وقد تجرعت ما كالتني من شتم وعدت إلى بيتنا. آثرت أن تكون المعركة التي قررت أن أخوضها معركتي أنا ومعركته هو من أجلك أنت. لقد بحثت عن صديقيه اللذين أشهدهما على زواجنا، واحد منهما فقط لا زال على قيد الحياة. صمتت من جديد، ابتلعت ريقها ثم استأنفت الحديث بينما كانت زهرة تنظر إليها. لم تغير وضعها منذ أن بدأت أمها الحديث عن هذا السر الكبير في حياتهما. كان رجلا شهما لم يكتم الشهادة،
وقد علمت منه أن أباك الحاج يوسف أبلغه أيضا بولادتك. ساعدني الرجل على إتمام إجراءات إثبات علاقة زواجنا وأبوته لك، ثم اكتشفت أنه ترك وصية فيها كل تلك الحقائق. اليوم وقبل أن أعود إلى البيت زرت تلك التي كانت ضرتي، وجدتها قد أيقنت أن كل ما قلته حقيقة تثبتها أدلة. سآخذك معي لزيارتها في الغد. أضافت أنها اتفقت مع زوجة أبيها على القيام بقسمة ما تركه الحاج الحسين الذي لم يكن له شقيق ولا ولد آخر. كان يوما انقلبت فيه حياة زهرة رأسا على عقب. اكتشفت أنها انتقلت من فقر وحرمان إلى غنى يوم زارت رفقة أمها زوجة أبيها، وما أن رأتها المرأة حتى خطبتها لابن شقيقها. كان شابا مهذبا يعمل في التعليم، وقد ساعدها على التعلم، وفي فترة لم تكن طويلة صارت تقدر على القراءة. أنجبت زهرة 3 أطفال، حكت لهم حكايتها الكاملة.